تفضل يا دكتور. سيدات والسادة، طابت أوقاتكم في كل مكان. نرحب بكم في سياق أنشطة وفعاليات المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة، ممثلا في برنامج لجنة الدراسات الأدبية واللغوية لتكريم رموز الأدب والفكر واللغة والنقد الذين أسهموا في خدمة الدرس الأدبي واللغوي عبر أنحاء العالم. ويسعد لجنة الدراسات الأدبية واللغوية أن تكرم اليوم علما من أعلام النقد والأدب واللغة في الوطن العربي، الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين، الأستاذ بكلية الآداب الجامعة الأردنية، وعضو مجمع اللغة العربية بالأردن، وعضو رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو الرابطة العربية للأدب المقارن، ورئيس جمعية النقاد الأردنيين، وغيرها كثير من جوائز وتكريمات حظي بها في العالم، غير أنه لا يفوتنا نحن في القاهرة أن نحتفي به إنسانا ومعلما وأستاذا ومؤلفا ومفكرا ومسهما في إثراء اللغة العربية. واسمحوا لي أن أبدأ هذا اللقاء بكلمة افتتاحية من أستاذنا جميعا، الأستاذ الدكتور أحمد درويش، مقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية في المجلس الأعلى للثقافة المصري. اتفضل أستاذ دكتور أحمد، معك 2 إلى 3 دقائق. خلاص بدأت. شكرا يا دكتور محمود، أهلا وسهلا بالدكتور إبراهيم السعافين في هذه الجلسة الحوارية التي تمثل نموذجا لحوار المثقفين العرب. هي تنطلق من حوار مثقفي مصر والشام على مستوى القريب، لكنها تمتد للحوار بين المثقفين العرب في كل مكان. والدكتور إبراهيم السعافين بالنسبة لنا جميعا مبدع كبير وناقد كبير ودارس كبير، وأعماله دخلت كل بيت عربي وشغلت ذهن كل مثقف عربي. ونحن في القاهرة على نحو خاص في المجلس الأعلى للثقافة نعتز به صديقا وأخا وابنا من أبناء الثقافة العربية، ولنقل بالنكهة المصرية من خلال مجاورته وحضوره ومشاركته في التكوين الثقافي استقبالا وأداء في عاصمة الثقافة العربية الكبرى القاهرة. والدكتور إبراهيم السعافين ليس غريبا أبدا عن هذه البقعة، فهو ابن هذه الحلقة وابن هذه العاصمة وابن هذا المجلس والمجلس الأعلى للثقافة من خلال لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية. يسره أن يكون الحوار هذه الليلة احتفاء بالعبقرية والعطاءات المتتالية للمبدع العربي الكبير إبراهيم السعافين، فأهلا وسهلا به بين إخوانه وزملائه وتلاميذه. أشكرك أستاذنا الدكتور أحمد درويش مرتين، مرة على هذه الكلمة الضافية الوافية المحبة والتي حاولت أن تعطي الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين بعض حقه، والمرة الثانية على الالتزام بالوقت. ولذا أنتهز هذه الفرصة لأقول لجميع المشاركين: نعلم أن لدينا الكثيرين ممن يرغبون اليوم في أن يحتفوا بأستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين، لذا آمل منكم أن نلتزم بالوقت كما سنحدده لكل متحدث. الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المملكة الأردنية، وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية من المملكة العربية السعودية، وجائزة جامعة الشارقة للتميز العلمي. والحقيقة أن من يقرأ سيرته الذاتية يحار من كثرة ماذا يذكره وماذا لا يذكره، وبخاصة إذا دخلنا في إطار المؤلفات والأبحاث والدراسات، فله ما يزيد عن 80 بحثا، وله ما يزيد عن 30 مؤلف حول الرواية وتحولات السرد، وله ما يزيد عن 13 عملا من الأعمال الإبداعية الروائية والشعرية والمسرحية، بالإضافة إلى كثير من المقررات والمناهج الدراسية في التعليم قبل الجامعي،
وله كثير مما يمكن أن يتحدث عنه، وسوف نجد هذا التنوع اليوم مع المتحدثين. لكن اسمحوا لنا أن نبدأ بأستاذنا إبراهيم السعافين لكي يحدثنا فيما يرغب أن يحدثنا عنه، ونأمل أن يكون الوقت يعني في اعتباره، رغم أننا نرغب في أن نستمع إليه إلى ما لا نهاية، فالليلة ليلته. تفضل أستاذ دكتور إبراهيم. افتح الصوت بعد إذن معاليك. افتح الصوت يا فندم. الصوت صوت. هتضغط بس على الصوت أمامك، في علامة الصوت كده هتضغط عليها هتدي لون أخضر. في على مايك. اليسار دكتور إبراهيم، أيوة اشتغل، ورتب الصورة شوية، الآن اشتغل. الصورة شوية دكتور برضو. أي لا مالها؟ لا بالعكس، شو عمل أيوة فيها؟ أيوة يعني أيوة. لا كمان شوية ارفع، أيوة خلاص تمام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في هذه الأمسية يعني تختلط المشاعر، يعني ربما يعني لدي كلمة قصيرة. أنني يعني في هذه الليلة لابد لي بطبيعة الحال من شكر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، ممثلة بمقررها الصديق العزيز الأستاذ الدكتور أحمد درويش وأعضاء اللجنة الكرام، والشكر الجزيل طبعا للأستاذ الدكتور محمود ضبع على ما تفضل به. يعني في كلمة قصيرة قلت فيها منذ أن كرمتني جامعة القاهرة وقبلتني طالبا فيها عام 1962، وأن أشعر بالامتنان والولاء لمصر العروبة وتاريخها وحاضرها، فقد ارتبطت منذ أن فتحت عيني على الحياة على مصر حين سطر الجيش المصري العظيم بقيادة الأميرالاي في ذلك الوقت هذا السيد طه الذي كان يسمى الضبع الأسود، والبكباشي جمال عبد الناصر وزملائهما أبطال فالوجة، ملحمة البطولة، زمن حصار بلدتي الفالوجة عام 1948، حصار امتد إلى أوائل عام 49، وظل هذا الارتباط إلى يوم الناس هذا بأساتذتها وأدبائها وعلمائها ومفكريها ومثقفيها بكل مكان فيها، وبتفاصيل حياتها الاجتماعية والعلمية والأدبية والثقافية. نحبها تماما مثلما نحب وطننا الصغير، ونفخر بمصر أخا أكبر، ونخشى عليها من كل ما يعترضها من مصاعب وتحديات، فقوة مصر هي قوة العرب جميعا، وعزتها هي عزتهم، ومعاناتها هي معاناة لكل عربي غيور. إن هذه المبادرة الذي طوقتم بها عنقي ستظل شارة فخر واعتزاز مدى الحياة. ولا تفي يد الشكر والعرفان المجلس الأعلى للثقافة بمصر العزيزة على هذه المبادرة، ممثلا بلجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية،
مقررا واعضاء. والشكر لمعالي وزير الثقافه الدكتور نبيل كيلاني رئيس المجلس الاعلى للثقافه، وللدكتور هشام عزمي امين المجلس الاعلى للثقافه، ومقرر لجنه الدراسات الادبيه والنقديه واللغويه الاخ الاستاذ الدكتور احمد درويش وزملائه الكرام. والشكر كله للأصدقاء المنتدين الأساتذة الدكتور أحمد ويس والدكتور جمال مقابلة والدكتور أحمد عبد الحميد والدكتور مصطفى عبد الله والدكتور محمود ضبع والدكتور شريف الجيار والدكتور سعيد الوكيل، لهم مني خالص الشكر والامتنان والتقدير. حقيقة هذه الكلمات الصغيرة لا يمكن أن تعبر عن مدى تقديري واحترامي وشكري لكم أيها الأصدقاء أيها الزملاء الكرام، وشكرا. خلص الشكر أستاذنا الدكتور إبراهيم، وإن كنا نطمح ونأمل ونتمنى أن نستمع ونستمتع بما تحدثت ببعضه في سيرتك الذاتية السردية أو ما تضمنته السيرة الذاتية، والحقيقة أن من يقرأ سيرتك السردية يجد هذه اللوحات الجميلة التي تطوف شرقا وغربا. لا أريد أن أصادر على الأستاذ مصطفى عبد الله لأني أعلم أنه سيتحدث في هذه المنطقة. الأستاذ مصطفى عبد الله هو الكاتب والناقد والإعلامي والصحفي والمناضل والمشاكس، مع أنه بقى شديد علينا شويتين في اليومين الأخارة دول، بس إحنا بنستحمله عشان ليه رصيد من المحبة كبير معنا. الأستاذ مصطفى عبد الله بالمناسبة دكتور إبراهيم كان له الفضل الحقيقة في أنه طرح، لأننا نضع برنامجا للتكريم متسعا وفيه أسماء كثيرة من أنحاء الوطن العربي، لكنه الحقيقة كان صاحب المبادرة، أول واحد تكلم وقال أستاذ الدكتور إبراهيم السعافين يجب أن يكرم وله كلام عن مصر وسيرته الذاتية وما إلى ذلك، لو وبالتالي كل بدأ المحبة، أنا أعرف ذلك جيد، الحقيقة واللجنة يعني هو في القلب. واللجنة بالإجماع وافقت على ما طرحه، ولذا سأترك له الآن كلمة فيما لا يزيد عن 10 دقائق لكي يحدثنا عن شجونه تجاه قراءته لأعمالك وللسيرة الذاتية السردية على وجه الخصوص. تفضل أستاذ مصطفى. أخويا وصديقي الغالي الدكتور محمود ضبع، أنا سعيد بأن أكون معك في أول لقاء بالزوم الحقيقة، وقد كانت بي رهبة شديدة في التعاون مع هذه التكنولوجيا التي تلعب بها أنت لعبا. أنا أمسك الموبايل في إيدي ومش عارف أتصرف إزاي، لكن في حضرة أحمد درويش وفي حضرة أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين الحقيقة كل الأمور تهون. أنا بالفعل متيم إلى درجة كبيرة جدا بسلالة السنديان. هذه السيرة الرائعة التي اطلعت عليها مخطوطة ثم اطلعت عليها مطبوعة، وسعدت كثيرا بمطالعة فصولها، فهي بالنسبة لي ليست مجرد سيرة ذاتية، ولكنها سيرة إنسان عربي أصيل له، يعني يمتلك من الوفاء الكثير نحو بلده وطنه الأول، نحو أسرته أو العائلة الكبيرة، نحو ربعه، نحو جميع الأصدقاء الذين حرص على ذكر أسمائهم في هذه السيرة الأدبية بالاسم، وأيضا نحو بلده الثاني مصر. فإبراهيم السعافين طوف بنا من الفلوجة في طفولته، وهو يخربش على الورق في البدايات، وهو يعني يتفتح على الحياة. عرفنا بوالده وبوالدته وبأسرته وبخالاته وبالعائلة كلها، حتى جعلنا نعيش مع الجميع. بعد ذلك حدثت مسألة حصار الفلوجة، وأخذنا بصحبة الجيش المصري وهو يتحرك من الفلوجة إلى حيث المكان الذي تم تهجير أهل الفلوجة فيه، وكانت من بينهم
الدكتور إبراهيم السعافين وهو طفل، ووصف لنا كيف كان البعض يذهب على قدميه والبعض يركب الحمير والدواب والبعض الآخر ده، وكيف وصلوا إلى مكانهم الجديد، ووصف لنا قوة الشخصية الفلسطينية، الشخص الفلسطيني الذي يمتلك القدرة على الحياة كطائر الفينيق. فوصف لنا كيف أن والده في هذا المكان الجديد استطاع أن يعيد يعني يمارس عمله منذ البداية في التجارة، ويتعامل مع الحياة، والآخرين يكسبون ويزرعون ويقلعون وكل هذا. المهم إلى أن وصل إلى المنحة التي وصلته من مصر للدراسة في جامعتها. وهنا يصف لنا هذا المشهد الرائع. الوالد كان قد توفى منذ عدة أشهر، والوالدة والإخوة استأجروا سيارة وذهبوا به إلى المطار ليركب هذه الطائرة التي وصفها ذات 4 محركات أو الأربعة محركات، لكي تطير به إلى القاهرة. وفي القاهرة يعني لنا أن يعني نتخيل ماذا فعل هذا الشاب في الجامعة المصرية، في جامعة القاهرة التي ذهب إليها ليدرس في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لكنه لم يكن يود أن يدرس الإنجليزية، وكيف تحول هو وزميله إبراهيم إلى كلية إلى قسم اللغة العربية، هربا من إبراهيم الآخر كان هرب من دراسة اللغة الفرنسية لأنهم لم يكونوا يدرسوا في فلسطين لغة ثانية فرنسية، وكانوا يخشى أن يعني يسقط في الامتحان نتيجة هذه اللغة. ثم وما يهمني بقى أنا على المستوى الشخصي، أن الدكتور إبراهيم السعافين استطاع أن يقدم لي الصورة التي تكمل معرفتي بأصدقائي وأساتذتي من المنتمين إلى هذه الجامعة، وأولهم رشاد رشدي رحمة الله عليه، لطيفة الزيات ورشاد رشدي والدكتورة فاطمة موسى، دول من أساتذة القسم الإنجليزي وقسم اللغة الإنجليزية وأدبها، ثم أساتذة اللغة العربية دكتور عبد الحميد يونس، ثم الدكتور التفتزاني، ثم والدكتور يوسف خليف، كل هؤلاء أصدقائي أو أساتذتي رأيتهم في مرحلة بعد أن يعني أصبحوا يعني شيخوا وأصبحوا أساتذة كبار، هو رآهم في شبابهم. فكان يصف لنا، يصف لك أناقة رشاد رشدي، و يعني كيفية افتتان الطلبة به، يصف لك الدكتور عبد الحميد يونس وكيف كان يعتني به كمبدع، ويأخذ أعماله، أقصد أعمال إبراهيم السعافين، ويقرأها ويعطيهم موعد في سان سوسي بره في خارج الجامعه في الكازينو، وكيف كان كريما معه ويقول هذه شيمه اهل الشرقيه، وكيف تعامل معه وطرح فيه الثقه في الكتابه، وغيره وغيره. فانا في الحقيقه معجب بهذا الوفاء الشديد للايام المصريه التي عاشها دكتور السعافين بيننا هنا في مصر، وكان يعني مخلصا وبارا وهو يجترها في هذه السيره، سيره السنديان في الحقيقه. فهذا الكتاب سلاله السنديان كما اقول من الكتب التي ستظل خالده والتي تستحق النيل فوز جوائز اخرى فوق الجوائز التي حاز عليها الدكتور ابراهيم السعافين، ومنها طبعا جائزه الملك فيصل العالميه، لأنها في الحقيقة تقدم لنا صورة مهمة جدا للشخصية الفلسطينية ولأصالة الشعب الفلسطيني ولمعاناة الشعب الفلسطيني ولقدرته على الحفاظ على أرضه وعلى البقاء في هذه الأرض وعلى الاستمرار فيها. هذا لا يقال هكذا، لكنه يكتبه من خلال تجربته وسيرته هو وأسرته. أنا معجب جدا بهذه السيرة، وأنا لا أريد أن أزيد على الدقائق التي يعني أشكر اللجنة على أنها منحتها لي، لكنني لا أستطيع أن أصف لكم مدى سعادتي بأن أكون أول من ألقى الضوء على هذه السيرة، سواء في مقالي في مجلة الشارقة الثقافية قبل نحو عام، أو من خلال هذه الاحتفالية التي يعني حفزت اللجنة على أن تتبناها. والحقيقة كان الاهتمام بالإجماع، لأن إبراهيم السعافين له في الوجدان العربي وفي العقل العربي وفي المزاج العربي الكثير جدا، وله في مصر الكثير والكثير والكثير. أهلا بك يا أستاذنا،
نورت الدنيا، واشكرك على يعني ان تكون بيننا، وشكرا جزيلا يا دكتور محمود، وارجو الا اكون قد خرجت عن الحدود التي وضعتها لي. أشكرك أستاذ مصطفى، والحقيقة الحقيقة أنت صياد للؤلؤ دائما، وأنت الله يخليك. ليس فقط مع الدكتور إبراهيم السعافين، وليس فقط مع الوطن العربي والكتابة العربية، وإنما الحقيقة أنا أعترف بأنك أحد الذين يفتشون دائما في الإصدارات الجديدة وينوه عن الإصدارات الجيدة، بما يجعلك أحيانا لا علاقة لك بالجميع. وأعتقد أنك كتبت عن كل الحاضرين الآن، كتبت صحيح. عنهم عندما صدرت، ونأمل أن تنتشر هذه المدرسة اللي هي مدرسة الصحافة صاحبة الرأي، والصحافة الجادة، والصحافة المثقفة الواعية. ويا ريت تلاميذك يبقوا زي ما احنا بنحاول نصنع تلاميذ في الجامعات كده. ربنا يديك ربنا الصحة. يخليك يا دكتور محمود، شكرا جزيلا. أنا يعني بشكرك أستاذ مصطفى، الله يخليك. واسمحوا لي أن أنتقل الآن. سنبدأ بالأستاذ الدكتور سعيد الوكيل ليغوص بنا في الأعمال العلمية والنقدية واللغوية للأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين، ونختتم بالدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن في جامعة بني سويف، والأستاذ والناقد ابن جيلي وصداقته، وما بينهما ستأتي أقحوانات وورود يعني سوف نستمتع بها كثيرا. فاسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى الدكتور سعيد الوكيل وأقول له اظهر وبان عليك الأمان يا دكتور سعيد، لأنك مش ظاهر أمامي. الأستاذ الدكتور سعيد الوكيل، أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس كلية الآداب بالطبع. وعلى ما يظهر كده بفكرك يا دكتور إبراهيم أننا بتفضل من الدكتور جمال مجابلة زرناك في منزلك منذ عدة سنوات، أتذكر ذلك، ويعني أتذكر. يومها نلنا شرف أن نأخذ مؤلفاتك، كان عقب حصولك على جائزة الملك فيصل مباشرة أعتقد ذلك، يعني أو حسب ذاكرتي المتواضعة. فكان شرف لنا أن نزورك في منزلك وفي مكتبتك في عمان. شرفته، شرفته فعلا. شرف لنا دكتور سعيد. مساءكم خير، مساءكم خير وبركة. افتح الكاميرا. وأهلا بأستاذنا العزيز الحبيب أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين. ولكن يعني أستأذن أخي العزيز الدكتور محمود الضبع في أن يؤخرني إلى المداخلة التالية لأسباب لو تكرمت. طيب يا دكتور سعيد، انا شايفك شكلك سايق السياره كده، فهنسمح لك بذلك، وهات لنا حاجه حلوه معاك وانت جاي، بس ما تجيش كده ايدك فاضيه. وهننتقل الان هننتقل الان الى، على فكره قريب جدا هيحصل في ظل وجود الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، هنقدر نوصل لبعض الحاجات ديليفري كده عبر الزوم زي ما احنا قاعدين، وقادر على كل شيء. التكنولوجيا الان اصبحت بتلعب حتى على لعبة الفايف دايمنشن والسكس دايمنشن والناين دايمنشن، يعني دخلنا في أبعاد ممكن الدكتور سعيد فعلا يجيب لنا حلويات ويحطها لنا في اللقاء لاحقا بعد 100 سنة كده ولا حاجة، هنقعد على نضرب. فكرة العيب في التلقي بقى. طيب اسمحوا لي أن أنتقل إلى الأستاذ الدكتور جمال مجابلة، وهو أستاذ في الجامعة الهاشمية في المملكة الأردنية وفي جامعة الإمارات بالعين، وهو رجل مضياف وكريم، وهو أيضا ممن درسوا في القاهرة، وكتابه قدام عينه، يعني بص الكتاب بتاع رسالة الدكتوراه قدامه، هو دكتور جمال. ف يعني نرحب به لأنه أيضا هو ابن القاهرة. وهقول حاجة بس كده عنه صغيرة قوي، في ثورة يناير 2011 الدكتور جمال كان موجود في مصر واحتجز، وكان بيقف معانا في اللجان الشعبية في الشوارع، وعادي عاش معانا التجربة بأكملها. فاتفضل الدكتور جمال، حدثنا عن الدكتور إبراهيم السعافين. السلام عليكم. السلام. كنا بالنبوت يعني نحاول ندافع عن البيوت، وبالذات كان في مشكلة عند بيت سعيد الوكيل، فكان بيت عزيز. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أنا فرحتي غامرة
لهذا الذي لا بد فيه أن أشكر الأحبة في مصر والكرام الذين دائما يحتضنون كل العرب ويقدمون أغلى ما يستطيعون، وهذا دأبهم. فالشكر الجزيل للجميع دون أن أدخل في التفاصيل حتى لا أضيع الوقت. وأرى دكتور محمود الضبع يؤكد على ذلك، مصر ستبقى مصر لأنها دوما كذلك. شكر الجزيل للمشاركين جميعا هذا الوفاء، للأستاذ الكبير أستاذنا دكتور إبراهيم السعافين، وإذا كان يسمح لي دكتور محمود كم تعطيني من الوقت حتى لا يعني 10 دقائق. أمامي أكثر من مقترح للحديث عن دكتور إبراهيم، لأن هذا الرجل شكل لي المعلم والأستاذ والمربي والأب، كان وما زال أشرف علي في رسالتي الماجستير والدكتوراه، فربطني برسالة الماجستير مع أستاذي شكري عياد رحمه الله. وأنا لم أدرس في القاهرة يا دكتور محمود، لكن شغفي بسيرة أستاذي الذي كان دائما يحدثني عن القاهرة وكيف رأيته في العالم العربي من الرياض إلى بغداد إلى طبعا عمان، انطلاقا من عمان إلى عواصم الوطن العربي جميعا. كيف يحظى هذا الأستاذ بعلاقات طيبة مع الجميع؟ فعندما دخلت الجامعة ورأيت كما تعلمون الأستاذ، الطالب عندما يحاول أن يحتذي سيرة الأستاذ يجد ضالته في نموذج ما. بالنسبة لي كان هذا هو النموذج، وما زلت أقتبس منه حتى هذه اللحظة. لذلك كان لي أن أهديته الكتاب الذي شارك كثير منكم فيه بعيد ميلاده 70، يشرق من كل أفق. أستاذنا هذه 51 دراسة مهداة إلى إبراهيم السعافين، منها 17 دراسة كانت عن أعماله، عن نقده وشعره وأدبه الروائي وعن جميع ما قدم، وأيضا هناك 34 مقالة مهداة إليه في التكريم المشابه لتكريمكم هذا. ما لمسته طبعا أن هذا الأستاذ ستبقى دائما سيرته نموذجا، كما تفضل أستاذنا مصطفى عبد الله في حديثه عن سلالة السنديان، جعلني أيضا أقف مرة أخرى وأحاول أن أكتب، وسأكتب إن شاء الله كتابا في قراءة السعافين، قراءة مستوعبة. وجعلت هذه القراءة للسيرة بمفهوم موسع لمفهوم السيرة بمحاور 4 أقرأ خلالها
السيرة الذاتية، بمعنى سيرة الإنسان، سيرة ذاتية بجمع وإحصاء، كما تفضل دكتور محمود وتحدث عن المنجز الحقيقي المعجب لهذا الرجل الذي يبدأ بشعر الإحياء والتراث، فيؤسس لنفسه بقراءة الشعر العربي القديم كله تقريبا، ليقرأ في ضوئه حركة التجديد. لذلك كان كتابه في الماجستير عمدة في هذا الباب، وأسس لهذا الباحث في القاهرة. وتعرفون معي أيضا كيف كانت لرسالته الثانية المكملة في قراءة الرواية العربية في بلاد الشام، تطور الرواية العربية في بلاد الشام، رسالة الدكتوراه التي أيضا كتبها مع أستاذنا المرحوم دكتور إبراهيم محسن بدر. المحسن بدر عبد المحسن بدر طبعا، الذي شكل دكتور إبراهيم بنظري أهم طالب في هذه المدرسة، مدرسة عبد المحسن طه بدر. ثم يتكلم أو يتحدث عن المسرحية، ثم يعود إلى عشقه الأول، فيبدأ بإصدار دواوين الشعر والروايات. ومن هنا نقرأ الأستاذ في سيرته التي كتبها أبحاثا ودراسات ودواوين وروايات، لتكون القراءة الأولى للسيرة. وهنا ألتفت لقصة بسيطة، كيف أصبح إبراهيم مساويا لاسمه، موازيا لهذا الاسم الذي حاول وهو الطفل الخارج من المهجر من الفالوجة بعمر 6 سنوات أو 4 سنوات، سنة 48، وعندما يأتي إلى منطقة جديدة من مناطق فلسطين المحاذية للأردن، فلا يجدون له شهادة ميلاد ليدخل المدرسة. إبراهيم السعافين الذي خرج على كتف والده محمولا سنة 48 من الفالوجة، يصير فيما بعد أستاذا أمة. فيأتي إلى أو يأتي أخوه الأكبر إلى شهادة ميلاد لأخته مريم. ولاحظوا معي الأسماء ما بين إبراهيم ومريم، فيضطرون لتزوير أو تحريف في اسم مريم ليصبح إبراهيم، ولم تكن الأوراق مطبوعة. وبذلك يدخل هو المدرسة بشهادة مريم، مريم أم الحياة طبعا، كلنا نعرف أم المسيح. وإبراهيم هذا الذي أمامنا خرج من الظرف الذي تعرفونه قبل أكثر من 75 عام، كما يحصل الآن في غزة. تخيلوا معي في القراءة الأولى لهذه السيرة، في النقطة الأولى، وأنا لدي كلام كثير حولها، وهو الآن بعد الثمانين يشهد مقتلة أطفال غزة. تخيلوا معي لو أن هؤلاء الأطفال منحوا الحياة، وسجل كل منهم
ما سجل إبراهيم السعافي. لذلك لا أريد أن أذهب إلى النقاط الثلاثة الآن. أقول إبراهيم السعافي شكل في خاطري شيئا عظيما وما زال مثالا. تواصل بمنجزه مع الكبار من فلسطين، كما كان مع الكبار في العالم العربي والعالم. وصلني بشكر عياد، ووصل منجزه بإدوارد سعيد وبإحسان عباس وبجبرة إبراهيم جبرة وبغسان كنفاني وإمير حبيبي وغيرهم من الكتاب. وكان آخر ما حصل له العام الماضي عندما كرم في فلسطين وذهب في زيارة إلى رام الله، ووعده عاطف أبو سيف وزير الثقافة أن يذهب ليرى الفالوجة، وفعلا ذهب ورآها. وعندما عاد وكان موقفا مؤثرا جدا، قال إذا كان مريد البرغوثي، قال رأيت رام الله فأنا لم أرى الفالوجة لأنها دمرت. فرأى بقايا المسجد أو الأطلال. أطلب من أستاذي تخليا عن ما تبقى لي من وقت أن يقرأ لي ولكم قصيدة، وهذا المعجب في إبراهيم السعافين أنه بعد الثمانين يكتب الآن لما يجري في عالمنا. إنه رجل مصمم وعنيد ومثقف يوازي الأسماء التي قلتها قبل قليل ويتفاعل معها. ها هو يصلنا بالعالم العربي ويجعلنا نعود لنحدث بمأساة فلسطين. أطلب من أستاذي أن يقرأ لي قصيدة ولكم عن آخر ما يرى أن يقرأ في المشهد الآن، إذا سمح لي الدكتور محمود. تفضل دكتور. هنا الدكتور محمود. تفضل دكتور ابراهيم، سعادتك مشكورة، نتفضل معاليك. احنا ما نقدرش ان يعني نمنع كلمة للدكتور جمال مجابلة، ده رجل ليه سطوة في مصر اكتر مننا. شكرا، يعني أنا لم أسعد لمثل هذا. يعني هناك في قصيدة قديمة كتبتها قبل 10 سنوات فيها إشارة إلى غزة. يعني هناك طبعا كتبت من 7 أكتوبر الآن يعني عدد من القصائد متوالية، لكن هذه قصيدة كتبتها في عام 2014، هي مقطوعة صغيرة يعني تستغرق دقيقة. يا غزة أنت الخيمة والغيمة، وأنت عباءة هذا الجيل، وأنت الراية والرايات تساقط في عصر الأبرهة وزمن الفيل. هل قدر أن نسجد للذل ويسرق منا قلب النيل؟ يا أعراف القرية قل لي، هل قدر أن تسرح في خارطة الدنيا إسرائيل؟ هذه مقطوعة. شكرا شكرا استاذ دكتور ابراهيم، وسامحك الله دكتور جمال على انك حولت المساله الى شجون تلعب بخواطرنا جميعا، وزي ما بيقولوا عندنا في الصعيد بتقطع في القلب تقطيع.
لأن الأمر ليس هينا، غير أني أصر على أن هذه الليلة سنفرح بأستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين ونحتفي به، لأن هذا أيضا جزء من المقاومة، أن نقاوم بالإعلان عن وجودنا، أن نقاوم بأن نتحدث عن النماذج الجيدة في هذا الوطن، لأن الحديث عن السيئ كثر. فاسمحوا لي أن نواصل، وأشكرك أستاذ دكتور إبراهيم، وأشكرك دكتور جمال على كلماتك الشجية المؤثرة في القلب والنفس. واسمحوا لي الآن أن أنتقل إلى الأستاذ الدكتور سعيد الوكيل لكي ترون معي، لكي تروا معي الأصلعين، اللي هو الدكتور ده معانا الثالث النهارده، الدكتور جمال، الناس الجميلة دي المضيئة من أعلى. من يومنا مصلعين يا سيدي. تفضل يا دكتور سعيد، تفضل معالي. مساء الخير، مساء السعادة. 10 دقائق. نعم، أنا ملتزم إن شاء الله. أولا يعني أبدي سعادة غامرة في الحقيقة لأسباب كثيرة. طبعا أولها هو هذه الفرصة الرائعة لأن نحتفي بهذا الأستاذ الجليل، الأستاذ العالم بحق والإنسان بحق. وطبعا الدكتور محمود مشكورا أعاد لنا بعض الذكريات، وفعل مثله الصديق العزيز المصري الأردني جمال المقابلة، حين أشرت أنت يا دكتور محمود إلى زيارتنا لأستاذنا في الأردن. سعدنا كثيرا بهذه الزيارة، وكان أن أتحفنا ببعض كتاباته الرائعة، ومنها هذا الكتاب لهب التحولات الذي بين يدي الآن. وأسعد كذلك بوجودي مع هذه الزمرة من الأصدقاء. وبالمناسبة دكتور جمال ذكرنا الآن بأيام الثورة، حين كان يقف معنا ممسكا بمكنسة قوية ليدافع. أنا نبوت. يعني وكما تفضل دكتور محمود بالطبع، فقال إننا يجب أن نحتفي بالقيمة، والقيمة هنا تتمثل في العمل الجاد وفي الإبداع الحقيقي. هذا ما رأيناه مع الدكتور إبراهيم السعافين. دكتور إبراهيم السعافين المبدع في المسرح وفي الرواية وفي الشعر وفي النقد الأدبي، في كل هذا يقدم عملا جادا جميلا ممتعا، مثلما رأينا في المقطوعة المكثفة الرائعة التي ألقاها على مسامعنا الآن. واسمحوا لي في إطار هذا الاحتفاء أن نركز على القيمة، فنذهب إلى بعض أعماله المهمة، و على وجه التحديد أشير إلى هذا العمل الذي ذكرته منذ قليل، وأقول إنه لم يظلم فن من فنون الأدب في العصر الحديث مثلما ظلم الشعر. هذا ادعاء على أي حال، فلا نرى سوى دراسات قليلة جادة، منها دراسة عز الدين إسماعيل وهو أستاذي المباشر كما يعلم كثيرون منكم، أعني دراسته الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ودراسة إحسان عباس اتجاهات الشعر العربي المعاصر. ومن هنا تأتي أهمية دراسة الأستاذ الدكتور إبراهيم السعفين لهب التحولات، دراسات في الشعر العربي الحديث. يحرص الدكتور السعفين في تحليلاته التطبيقية للشعر العربي على أن يخلق توازنا بين تحليل الثيمات الموضوعية والسمات الفنية التشكيلية المكونة للأعمال موضع الدراسة، وهو يصنع هذا ببراعة فائقة وبرهافة بديعة. ومن ذلك تحليله الممتاز لجدل العلاقة بين الحنين
في ديوان فدوى طوقان اللحن الأخير يعني قدم تحليلا ممتازا يوازن فيه بين قصيدتين ينتميان، هاتان القصيدتان تنتميان إلى مرحلتين متباعدتين، ويحلل في هذا الديوان ثيمة الحزن وثيمة الموت، رابطا ذلك بالتشكيل الفني الإبداعي في القصيدتين، من غير أن يعزل النص عن سياق إنتاجه وحياة الشاعرة نفسها على امتداد تاريخها الإنساني المحفوف بالطموح والآلام والمخاطرة كما تعلمون. وهو يشير بنفسه طبعا، هو يشير إلى هذا بوضوح. ويتكرر الأمر نفسه عند تحليل قصائد المقاومة التي سماها قصائد المواجهة. وبالمناسبة يعني أرجو في وقت لاحق أن يدقق لنا أستاذنا هذا المصطلح، فيرصد في شعر محمود درويش وسميح القاسم وبالتحديد في قصيدتي عابرون في كلام عابر وفي قصيدة الانتفاضة ذلك التوازن بين الأيديولوجي والجمالي، وهذه مسألة بالغة الأهمية في الحقيقة. وحين يتأمل الشعر عموما بعيدا حتى عن هذا التحليل الدقيق للأعمال وبعيدا عن هذه الدراسة التطبيقية، نراه يقدم لنا صورة شاملة للشعر العربي الحديث، و من خلال وذلك من خلال موضوعات متنوعة يأتي في مقدمتها موضوع الأصالة والحداثة في الشعر العربي الحديث. وفي هذه الدراسة أو في هذا الفصل يقدم إجابات عن بعض الأسئلة المهمة. من هذه الأسئلة السؤال عن وجود حداثة عربية تتميز من الحداثة الغربية وتنفرد بخصائصها وملامحها وتجلياتها. كذلك يتعرض لقضية مهمة تتصل بقيمة الزمن في تحديد مفهوم الأصالة والحداثة، ويقف عند عنصرين رئيسيين يتفاعلان معا في إبداع النص الشعري وهما اللغة والواقع. و في هذه الدراسة المهمة في الحقيقة يتعرض لفترات زمنية ممتدة بدءا من شعر الإحياء. هل تسمعونني جيدا؟ هل هناك مشكلة في الصوت؟ تسمعونني؟ أسمعك. طيب عظيم، المهم أن تسمعني يا جمال. تمام. طيب شكرا. فهو يمتد في تحليلاته من مدرسة الإحياء ويستمر مع الرومانتيكية بفروعها المختلفة، المهجر والسولو وما إلى ذلك، ويصل كذلك فيما بعد يصل إلى الشعر الجديد ويفصل القول فيه ويعرض لنماذج تطبيقية كثيرة. وهو في كل هذا الحقيقة يناقش بعض المسلمات وبعض القضايا ويقدم إجابات مهمة جادة. هذه القضايا أو المسلمات التي ربما رأيناها على امتداد الدراسات المختلفة للأدب العربي أو على امتداد تاريخه، فعلى سبيل المثال يتعرض للمقولة الشهيرة التي تدعي أن الشعر ديوان العرب، فيفصل القول في هذه الفكرة ويحللها تحليلا لطيفا ويقدم البراهين على رؤيته ويقول إنه ليس من الممكن
أن نعمم مقولة الشعر ديوان العرب بإطلاقها، وأن نستسلم لفرضية ترى أن مكانة الشعر أعلى من مكانة النثر عند السلطة والنخبة الاجتماعية، فهذا ما لا تقره النصوص، ويشير إلى نصوص بعينها. على أن هذا لا ينفي فكرة العبقرية والإلهام التي ارتبطت بفن الشعر والشاعر منذ أفلاطون، وفكرة الجن والشياطين عند العرب، وامتداد قضية الإلهام في النظرية الرومانتيكية. وربما كان تقدير النثر والناثرين ينبع من الارتباط بالواقع وحركة الحياة والانبهار أمام الشعر والشعراء، عفوا، أو والانبهار أمام الشعر والشعراء ينبع من ارتباطه بعالم غيبي أو ما ورائي. المهم أنه يحلل قضايا مختلفة، ولا أريد أن أطيل القول في هذا كله، لكن أشير إلى مسألة أخرى، مثلا تخص فكرة موقع القصيدة العمودية في الشعر العربي الحديث. فهذه مسألة وقف كثيرون منها موقفا متطرفا، إما بالقبول وإما بالرفض، لكن الدكتور إبراهيم السعفين يقف أمام هذه القضية متأملا إياها، ومقدما وجهة نظر بالغة التوازن في الحقيقة، لا تعلي من شأن هذا النوع من الكتابة ولا تحط من قيمته، لكن الدكتور إبراهيم السعفين يضع أو يحسب ذلك الأمر بميزان دقيق. فنراه يقول مثلا في هذه الدراسة إن العودة إلى القصيدة العمودية ليس عودة عن التجديد في إيقاع القصيدة، فالشعراء يصرون على فتح آفاق التجديد، ولكنه تجديد يمنح لنفسه الحرية في استغلال إمكانات التراث الإيقاعي أفضل استغلال، وهي عودة تدل على الانفتاح والابتكار والتجديد بعيدا عن الانغلاق أو التقليد الفج أيا كانت مصادره. طبعا هذه فكرة مكثفة من دراسة الدكتور السعافين، لكنه فصل القول في هذه الدراسة وقدم نماذج متعددة ليقول قوله هذا. وفي أثناء هذه التحليلات الكثيرة يناقش مجموعة من القضايا، كان من بينها مثلا ذلك الفصل عن العقاد والتراث، فهو يتناول طبعا مدرسة الديوان ويركز على العقاد تحديدا، ليلفت النظر إلى فكرة التفاوت بين الفكر النظري والإبداع. فالعقاد كما تعلمون كان له موقف معلوم من شعر أحمد شوقي على وجه الخصوص في كتاب الديوان، أو يعني بجزئيه، هذا الكتاب المعروف للعقاد والمازني. والدكتور السعافين رأى في موقف العقاد تشددا لا يليق، يعني هذا في بحسب فهمي لهذا الموقف، ورأى أن فيه أنه يوقع العقاد نفسه في تناقض، لأن العقاد الذي عاب على أحمد شوقي الأخذ عن التراث واستلهام أو استدعاء العبارات، بعض العبارات الجاهزة والمجازات المعروفة وما إلى ذلك، هو نفسه على مستوى الإبداع عاشت التجربة نفسها وأذاقنا منها يعني أذاقنا الكأس التي اتهم شوقي بأنه أذاقنا. والدكتور السعفين أشار إشارات متعددة في هذه التحليلات وفي هذه الفصول المتنوعة التي حاولت أن تحيط أو أن تقدم صورة واضحة
للشعر العربي الحديث أشار إشارات متعددة إلى قصيدة النثر، وبدا أنه ليس خصما لها. ومن الطريف أنه قدم نصا غير تفعيلي لعز الدين المناصرة، وهو قصيدة في أعالي كنعان. هو طبعا قدم تحليلا رائعا في الحقيقة لديوان عز الدين المناصرة، وحين وصل إلى هذه القصيدة التي أعجب بها طبعا وأشار إلى هذا، قال: لنا أن نقرأ هذه المقطوعة الجميلة التي شاء المناصر أن يجعل إيقاعها داخليا ولا يلتزم فيها تفعيلة معينة. لكن الدكتور السعافين شاء ألا يصف تلك المقطوعة بمصطلح محدد، واكتفى بعد بوصفها. إذنك يا دكتور سعيد، الوقت انتهى. دكتور سعيد، رجاء لا، إنهاء الفكرة. لسه دقيقة، يا عم اسمع بقى، لسه دقيقة. هتشتغل في ذمتي المالية صدقني صدقني، ده انا معايا اهو الالارم. اكتفى بوصف تلك المقطوعة، ذلك الوصف العام، وان كان قد ابدى اعجابا واضحا بذلك النص، او لنقل كما قال بتلك القصيدة، هو سماها قصيدة. كويس، هذا يجعلنا نقول اننا لا نزال بحاجة من الدكتور السعافين إلى أن يتفضل بكرمه وبقلمه ليقول كلمة في حق هذا النوع من الإبداع، لتكتمل ملامح الصورة الممتازة التي رسمها باتجاهات الشعر العربي والمعاصر. وأشكركم لإتاحة هذه الفرصة، وإلى اللقاء. أشكرك معالي دكتور سعيد، ويعني مع إنك شككت في ذمتي المالية، بس هعديها لك برضه. معلش معلش شكرا شكرا دكتور سعيد على هذا التطواف والقراءة النقدية التي سيدركها الكثيرون ممن قرأوا كتب أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين، وأعتقد أنه قدم قراءة حول الشعر. أعلم جيدا أن الدكتور أحمد عبد الحميد سيقدم قراءة حول المسرح، ونأمل الآن من الدكتور أحمد ويس، الأستاذ دكتور أحمد ويس في جامعة البحرين كلية الآداب، أن يقدم لنا قراءة حول ما يتراءى له، فليتفضل مشكورا. وأهلا بك أستاذ دكتور أحمد بين إخوانك وأصدقائك جميعا. يا أهلا بكم، شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته، السلام. وأسعد الله مساءكم بكل خير أيها الحضور الجميل، أيها الأستاذ الجميل، أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين. طبعا أنا دونت كلمات من القلب، حرصت أن أدونها حقيقة احتراما للوقت، وحتى يعني أحاسب نفسي، وحسبت أنني سأقرأ هذه الكلمات أو أتلوها في حدود 7 دقائق، فإذا تجاوز ذلك أوقفوني. هذه الكلمات التي دونتها رأيت أن أسميها أقل من شهادة وأكثر من انطباع. وفي الحقيقة هذا التكريم هو في ظاهره لأستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين، لكن الذين يشاركون فيه هم يكرمون أنفسهم أيضا، فأنا أشعر أنني كرمت من حيث لا يعني أحتسب في هذا التكريم. أود في البداية طبعا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى لجنة الدراسات الأدبية والنقدية رئيسا وأعضاء لإقامتهم هذه الأمسية الجميلة احتفاء بأستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافي، وأشكر لهم تلطفهم بدعوتي إلى المشاركة فيها. وأنا أحتبل هذه الفرصة لأعبر عن سعادتي البالغة وارتباطي العظيم بهذه المشاركة التي أعتقد أنها من حسنات الأقدار علي، وكيف لا تكون كذلك وهي في حضرة هذا الجمع الطيب أهله، وقد اجتمعوا لتكريم هذا الإنسان العلم الذي يشع إنسانية، ولا يجود الزمان كثيرا بمثله نبلا وعلما وأدبا وأستاذية فذة قل نظيرها. وبعد، فإن أول معرفتي بالأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين تعود إلى مرحلة الطلب الأولى، إذ كان كتابه عن مدرسة الإحياء والتراث، وكتابه الآخر عن تطور الرواية الحديثة في بلاد الشام، من الكتب التي اقتنيتها في وقت مبكر من تسعينيات القرن الماضي.
ومن خلال هذين الكتابين انطبع اسم الدكتور إبراهيم السعافين في وعيي مبكرا. ثم كان للأقدار الجميلة بعد مدة يسيرة أن عرفتني بتلميذه الأثير صديقي جمال مقابلة، وذلك في سنة 94 و900 وألف، بقصة ربما يطول شرحها ولا يتسع المقام لذكرها، لكن صديقي الدكتور جمال مقابلة يتذكرها ربما. ولكنني أشير إلى هذا لأقول إن لأخي الدكتور جمال مقابلة فضلا في اقترابي من أستاذه الذي أصبح من بعد أستاذي، والذي أسعدتني الأقدار مرة أخرى قبل نحو 5 أعوام، فصحبته 3 أيام كاملة حين شرفنا بقبول الدعوة لمناقشة رسالة ماجستير في جامعة البحرين عن أحمد شوقي، وكانت بإشرافي. ومع أنه كان أول لقاء لي به، بيد أني شعرت بألفة وارتياح عجيب لمجرد رؤيته، وشعرت أو تجلت لي روح نقية لم يساورني الشك في أني أعرفها منذ أمد بعيد. وإذا كان لي في هذا المقام أن أستعير عنوان كتاب إريك فروم الشهير عن الإنسان بين المظهر والجوهر، وكلكم يعرفه، فإني أقول إن لأستاذنا إبراهيم السعافين مظهره الجميل والأنيق الذي لا يخفى على كل من رآه أو رأى صورته. بيد أنك حين تراه عيانا ترى وراء هذا المظهر جوهرا نفيسا لا تراه في كل مظهر، أو هو لا يتوافر في الحقيقة إلا في النفر القليل من الناس، لأنه جوهر لا يصنع، ومن ثم فإنه لا يشترى ولا يتملك، بل هو هبة إلهية. وأنا هنا لا أغلو أو آتي ببدع من القول، وإنما هو أمر أحسب أنه يعرفه كل من عرف أستاذنا واقترب منه. وأظن أن هذا هو أحد الأسباب الكامنة خلف شهرة هذه الشخصية التي لم تبقى حبيسة موطنها بل عبرت خارجه، فكان بحق أحد أعلام فلسطين المعاصرين وأحد أعلام الأردن وبلاد الشام في العصر الحديث. اجتمعت في أستاذنا العالم المحتفى به مواهب وملكات شتى، فهو ناقد اتسم نقده بالشمول، فنقد الشعر والرواية والقصة والمسرحية، وله في ذلك كتب عديدة، وهو روائي أيضا، كتب عدة روايات آخرها الطريق إلى سحماتة، وهو شاعر كتب الشعر في وقت مبكر من أيام الطلب ولم يزل يكتبه. وقد أتيح لي أن أطلع على 3 دواوين من شعره، هي مقام النخيل وشمس تائهة وعرس البر والبحر، وله دواوين أخرى أيضا سبقت هذه الدواوين وهي معروفة. ثم عدد من الدارسين كتبوا عن دواوينه الشعرية من منظورات عدة، ولكنني أعتقد أن هذه التجربة لأستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين ما تزال بحاجة إلى دراسات معمقة أكثر وأكثر. وفي الكتاب التذكاري الذي حرره صديقنا الدكتور جمال مقابلة بعض الدراسات التي تناولت جانبا من هذه التجربة الشعرية الممتدة على مدى نصف قرن وأكثر، ويروق لي في هذه العجالة أن أقرأ عليكم 3 ومضات جميلة. أعتقد أن الشاعر يحب أن يسمع شعره أحيانا من غيره، اسمح لي أستاذي أن أقرأ لكم من شعركم. تقولون في ومضة جميلة جدا، يعني زين بها أخونا وصديقنا الدكتور جمال الكتاب الذي كتب عنكم، تقولون هذه الومضة الجميلة: سيشرق نجم من الشرق، قالوا من الغرب لا فرق، قلت سيشرق من كل أفق وفي كل واد. هذه تشبه السوناتات. نعم. في نص آخر أيضا تقولون: كنت طفلا يعشق الزهرة وأنغام المطر ويحب الحقل والعشب وأنفاس الشجر، كنت أهوى الصيد أهوى الصبح إذ يصحو الصغار، كان أفقي للطيور الخضر دوما في انتظار، ثم أغفو أخضر القلب على أنغام قصة، كنت أهوى قريتي كالشمس كالموج كينبوع المياه كأذان الفجر كالحقل كأشواق الحياة. هذه القصيدة الحقيقة أو القطعة تعبر عن روحكم، هكذا رأيت أنا. ويقول أيضا في نص آخر: الليل والزيتون والحراس والصمت الرهيب ونسيس ضوء في البعيد ينز من بيت كئيب،
وقفت تعالج أنة بكماء تبحث عن ضمير، وجمت فأسرعت الدموع تبلل الوجه الصغير، لتخاطب الأسلاك والحراس والليل البهيم، وإلى متى نقضي الحياة على الوهاد وفي الشعار؟ أيار جاء ولم أعد، ماذا إذا قد حل آب؟ الحقيقة تكرم علي أستاذي عندما صحبته هنا في البحرين 3 أيام بأن أسمعني أطرافا شفاهية من سيرته الذاتية التي أخبرني أنه يكتبها وفي صدد إنجازها التي صدرت وتحدث عنها أستاذ مصطفى سلالة السنديان. ولا أشك طبعا وأنا في شوق لقراءتها لأنني لم أصل إليها بعد، ولا أشك أن في قراءتها مكتوبة يعني يعني تجتمع المتعة والفائدة، لأنها سيرة شخصية كبيرة ورائعة. أطال الله في عمر أستاذنا ومتعه بدوام العافية وحقق له أمنياته. وأشكر لكم حسن استماعكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص الشكر أستاذ دكتور أحمد ويس على يعني هذا التطواف بين الشعر أحسنت يا دكتور أحمد، أحسنت. الله يبارك فيكم يا سيدي. تفضل. لا خلاص، أنا مجرد بس بعبر عن إعجابي بالمداخلة. أنت أي حاجة فيها أدب بتعجبك، أي حاجة ربنا فيها. يخليك، عشان كده أنا معجب بك على الدوام. طيب إحنا بنشكر الأستاذ دكتور أحمد ويس على هذه القراءة وهذا التطواف بين الشعر والفكر والإبداع، واسمحوا لنا الآن أن ننتقل. عايز بس الأول أرحب بأستاذنا الدكتور عبد الحميد مدكور، لأني أراه قد حضر معنا وإن كان يعني يختفي وراء الشاشة السوداء، لكنه نشكر له حضوره. ولو موجود يا دكتور عبد الحميد يعني أرسل التحايا إلى الدكتور إبراهيم. أنتوا مجمعين مع بعض يعني، وإحنا نطلع من الموضوع ده. خلاص لما تيجي تحياتي للدكتور عبد الحميد. هو حاضر عموما معنا يعني، فلما يظهر تاني أنا هديله فرصة للدخول. اسمحوا لنا الآن أن ننتقل إلى الدكتور أحمد عبد الحميد، الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، وهو من الصاعدين الواعدين، رجل عجوز بس في شكل شاب صغير يعني، الصاعدين الواعدين، وسوف يقدم قراءة أتصور أنها حول المسرح. يا دكتور أحمد، بالضبط في المخيط. تفضل يا دكتور أحمد، ورينا بس كده إيه يعني إطلالتك البهية. مساء الخير جميعا. أكرر الترحاب بالأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين، وهو ترحاب على سبيل المجاز، لأن الترحاب لا يكون إلا للضيوف، لكن هو صاحب بيت فترحابنا محبة وافرة. وأكرر التحية لكل الزملاء والأساتذة الأعزاء، لا أريد أن أنسى أحدا، أحبهم اسما اسما. وأشكر للدكتور محمود الضبع هذه الإدارة الهادئة الواثقة كعادته والمنضبطة أيضا. سأحاول الالتزام بالوقت قدر الإمكان. يعني مداخلتي هذه تركز على واحد من كتب الدكتور إبراهيم. طبعا ليست لم تكن لدي هذه المعرفة الوافرة التي للأساتذة الكبار بكل ما أنجزه الدكتور إبراهيم، وهذا من باب التقصير مني أنا، لكن أنا فضلت أن أركز كلامي على كتاب واحد من كتبه، واخترت كتاب المسرحية العربية الحديثة والتراث لعدة أسباب في حقيقة الأمر. يعني الأمر لم يكن اختيارا عشوائيا. أولا، هذا كتاب ذو طبعة مزيدة، والطبعة التي في يدي هي الطبعة الثانية المزيدة. والحقيقة أن فكرة الطبعة الثانية المزيدة أو المنقحة أو يعني كليهما معا فضيلة غائبة في الثقافة العربية. يعني نحن اعتدنا على تكرار الطبعات، لكن نادرا ما تكون ثمة إضافة حقيقية للطبعات الثانية والثالثة ثم إلى ما هو أكثر من ذلك. لكن دكتور إبراهيم السعافين في يعني في مسعى يحمد له في حقيقة الأمر أضاف فصولا كاملة إلى هذا الكتاب، بين طبعته الأولى التي صدرت أظن عام 1987 وطبعته الثانية التي صدرت عام 2008، وتصب في الموضوع نفسه وهو العلاقة بين المسرحية العربية الحديثة والتراث. أمر آخر هو أن هذا الموضوع في الحقيقة يعني بالكتابة فيه يخوض المرء مغامرة
تحمد له، لأنه هذا موضوع جذاب إلى حد كبير. يعني بمجرد أن نجد نصا أدبيا يتناص مع نص تراثي يكون من اليسير على المرء أو أقل صعوبة من مقاربة غيره أن يبحث عن مواضع التشابه والاختلاف وما إلى ذلك، فهو يخوض غمار موضوع تتحدث فيه الأقلام دكتور بكثرة احمد، وهو هو يعي الصوت ذلك. عندك للتقطيع ولا عندي؟ نعم، أنا ما عنديش مشكلة، أنا جنب الراوتر مباشرة، لو حد من الزملاء عنده مشكلة يقول في طيب سماعي. خلاص، الصوت واضح. تمام. تفضل تفضل. فأن يخوض المرء غمار مغامرة قد يعني يحلو لآخرين أن يخوضوها، فهذا مغرم بالمقارنة، ومغرم أيضا بأن يسأل الناس ما الذي سيقدمه من جديد بعد ما كتب. وهذه نقطة سوف أعود لها بعد قليل. الأمر الثاني هو أنه كتاب في فن أدبي صار هضيما الآن، وهو فن المسرح. يعني يتعرض المسرح لظلم بين، وهذه طبيعة العصر، لكن لا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك مشكلة على مستوى إنتاج النصوص المسرحية، وهناك مشكلة من ثم على مستوى التنظير النقدي لها بحكم تراجع الإبداع في مقابل صعود القصة وصعود الرواية أكثر وأكثر، وللشعر مكانته التي لم تهتز كثيرا بين العصور المختلفة، بالإضافة إلى عدم أو اختلال التوازن بين المتابعات النقدية للعروض في مقابل المتابعات النقدية للنصوص. يعني الاهتمام النقدي بالمسرح الآن أصبح ينصب أكثر على متابعة العروض لا متابعة النصوص. الأمر الأخير الذي دفعني أو حدا بي إلى مقاربة هذا الكتاب أو الحديث عنه هو اهتمام شخصي في حقيقة الأمر بالمعلجات اللغوية والتداولية للنصوص المسرحية، لكن لندع هذا السبب يعني على جنب زي ما بيقول. هذه القراءة السريعة جدا هي قراءة من منظور نقد النقد، لا أظن أنني بحاجة إلى شرح كثير لهذه المسألة، طبعا حسب ما يعني تقتضي مقتضيات الوقت. وأنا منشغل حين قرأت هذا الكتاب بالنموذج الجمالي الكامن فيه. يعني لدى كل ناقد مجموعة من الانحيازات الجمالية، وهذه الانحيازات قد تكون صريحة فلا يجهد المرء لاقتناصها والإمساك بها، لكنها في كثير من الأحيان تكون على سبيل الافتراضات المسبقة الكامنة في القراءة. الإمساك بهذا النموذج الجمالي أمر في غاية الأهمية، أعتقد أنه هو أهم ما كنت أبحث عنه في أثناء هذه القراءة، إلى جانب سعي طبعا للقراءة من باب يعني الإمتاع، خاصة وهو يتحدث عن نماذج يعني ملهمة وذات يعني خطر كبير في تراثنا المسرحي، ألفريد فرج وتوفيق الحكيم وسعد الله والنوس وإيميل حبيبي وآخرين طبعا. لدى دكتور إبراهيم السعافين في الطبعة الأولى والثانية فهم واسع للتراث فيما رأيت، وأعني بالسعة هنا أمران أو أمرين. الأمر الأول يتعلق بمسألة الزمنية، هو لا يتحدث عن حوار النصوص المسرحية الحديثة مع التراث العربي القديم مثلا، لكن مفهوم التراث ممتد بالنسبة إليه حتى يصل إلى أبي خليل القباني، فهو يعني يقارب مسرحية لسعد الله والنوس مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني، وفيها يحاور أو يستلهم أو يوظف نص رواية هارون الرشيد مع الأمير غانم ابن أيوب وقوت القلوب، وهذا طبعا نص في بواكير النهضة العربية، لكن هو يعده نصا تراثيا. مفهوم التراث لديه مفهوم واسع، يشمل الكتب المقدسة ويشمل الحكاية الشعبية ويشمل رسالة الغفران والمقامة إلى آخره. الأمر الثاني متعلق بفهم عبر عنه صراحة في أكثر من موضع إلى أن مسألة الاستلهام أو التوظيف للتراث تتعلق بالأساس بعنصري الشك والمضمون. المسألة ليست استلهام مضمون فكري فحسب، ولكن أيضا مضمون، ولكن أيضا الاستفادة من القوالب الشكلية الموجودة في التراث، وهو في أكثر من موضع إن لم تخني الذاكرة تحدث عن تفجير الشكل التراثي أو تفجير المضمون التراثي، بمعنى استغلال وتوظيف كل الإمكانات الموجودة فيه، فهو ينظر إلى التراث صورة أو نظرة تكاملية إلى حد كبير. لدى الدكتور إبراهيم السعافين فيما كتب في الفصول القديمة
في 1987 وفي الفصول الجديدة في 2008 أو ما بينهما، أنا لا أدري بالضبط زمن التأليف لكنني أعرف زمن النشر فحسب، لديه انحياز مبدئي لفكرة النقد الشارح. والنقد الحديث والمعاصر بداية من التسعينات ربما قبل ذلك أو بعد ذلك أصبح يتجاهل فكرة النقد الشارح. ما أعني بالنقد الشارح؟ أنه يمضي خطوة خطوة مع النص المسرحي، فيبحث عن عمليات إنتاج الدلالة ويعلل لها ويحاورها، وهو نقد شارح موجه لقارئ أزعم أنه ليس قارئا صاحب خبرة نقدية عظيمة، هو موجه لقارئ مثقف نصف متخصص إن صح التعبير، لا يعني ذلك أنه ليس صالحا لقراء في مقام النخبويين أعلى، لكن أقصد أنه اهتمامه بالنقد الشارح وبهذا الحوار الصريح مع النصوص وصولا إلى طرائق إنتاج الدلالة أمر يحمد له. لماذا أقول يحمد له؟ لأن هذه أيضا فضيلة غابت عن النقد العربي. النقد العربي الآن في صورته النخبوية على وجه التحديد أصبح ينطلق من فكرة المعنى بوصفه أمرا ناجزا، يعني هذا هو معنى النص، فلننتقل إلى التحليل المعمق الذي يصل في بعض الأحيان إلى درجة الصعوبة الشديدة التي تبعد القراء المثقفين النخبويين أيضا عن قراءة النقد. فيعني أنا شعرت وأنا أقرأ له أنني أمام قامة كبيرة، يعني مثل علي الراعي ورجاء النقاش وآخرين ممن أحبوا فكرة النقد الشارح. لكن هذا النقد الشارح يكتمل بعنصر آخر، أو يعني صنوه في هذا الكتاب هو النقد التقويمي. الدكتور إبراهيم السعافين لا يتخلى عن موقعه بوصفه ناقدا، وكثير من النقاد النخبويين الآن تخلوا عن فضيلة النقد بمعنى الحكم على النصوص، بمعنى أن يقول هذا جيد وهذا رديء، وهذا هو المعنى الأولي للنقد، تمييز الجيد من الرديء من الدراهم، هو يحافظ على فكرة النقد التقويمي، ودوما في نهاية كل فصل هناك كلمة مطولة بعض الشيء يقول فيها دكتور إبراهيم السعافين كلماته واضحة فيما أعجبه وفيما لم يعجبه. هو طبعا لا يستخدم عبارات تذوقية، وهذا من مهاراته الشديدة في الكتابة النقدية، هو دوما يكتب ويعلل لآرائه الجمالية بلغة ناقد محترف، يعني لست بحاجة لأن أقول ذلك. نقطة سريعة، لا يخلو فصل من حوار مع كتابات نقدية سابقة، يعني في كل فصل هناك إشارة لكتابات نقدية حول المسرحية المقاربة أو المعالجة أو المتناولة، وهي ليست من باب كما يكتب صاحب، كما يكتب يعني شخص يريد أن يناقش رسالته للماجستير أو الدكتوراه ليثبت أنه قارئ، لا، هو يقيم حوارا حقيقيا مع هذه الاقتباسات. تصل مثلا في، أظن في حوار بينه وبين ما كتبه محمود أمين العالم تعليقا على واحدة من مسرحيات سعد الله والنوس، هناك حوار عميق يرد فيه على محمود أمين العالم، يقبل ما أشياء ويرفض أشياء ويعلل لما رآه محمود أمين العالم سقطة في كتابة سعد الله والنوس. هذه فضيلة مضافة أخرى، هو لا ينطلق من تجاهل ما كتب سابقا ولا ينصت إلى ما كتب سابقا فيما يتعلق بالأمور النظرية، فنجد الدراسة أو الفصل أو الكتابة متخمة بالإحالات والاقتباسات والمرجعيات المتعلقة بالأمور النظرية، ويبدأ النقد بعدها في الكتابة كما لو أنه لم يكتب كتابة تطبيقية عن هذا العمل من قبل. هو لديه هذه الفضيلة، يقيم حوارا مع نقاد آخرين كتبوا حول هذه المسرحيات التي يقارب. نظرته إلى التراث هي نظرة إلى مادة خام متاحة للكاتب المعاصر يشكلها كيفما شاء، والنموذج الجمالي الكامن أنه كلما كانت القدرة على التشكيل أكبر والطابع الاستعمالي أوضح كلما كانت الكتابة أفضل من منظوره. يعني لا ينظر إلى التراث نظرته إلى شيء مقدس ينبغي أن يحترم بأن يقدم كما هو أو يعاد تقديمه كما هو، كلما كان الكاتب قادرا على تشكيل التراث بوصفه مادة خام كان أفضل لدى الدكتور إبراهيم السعافي، لدرجة أنه يعيب على بعض المؤلفين أنهم لم يستفيدوا كما ينبغي من الإمكانات الموجودة في النصوص التراثية شكلا ومضمونا. يعني هو يضع مكانه في موضع الكاتب ربما كان أفضل لو فعل كذا، فهذا انحياز جمالي
ربما يكون كاملا بعض الشيء في هذا النموذج الجمالي الذي يتبعه. لكنه ايضا في آن واحد ينطلق من فكرة انه النص المسرحي وظيفته الاولى وظيفة إمتاعية. يعني هو منحاز أيضا للطابع الدرامي للنص المسرحي بوصفه نصا، نصا قائما على الإيهام بالواقع، نصا موجها إلى قارئ يتفاعل معه، ولذلك يعيب على بعض الكتاب مثلا الخطابية الزاعقة أو أن الرموز ليست شفافة كما ينبغي. هو يضع في اعتباره أن هناك تصور ما لما ينبغي أن يكون عليه النص المسرحي، رغم وعيه بأن التوظيف التراث في بعض الأحيان يعني رغما عن الكاتب يأتي بحمولته الجمالية، ها؟ فتكون هناك بعض المقاطع السردية الطويلة أو بعض الرموز الواضحة أو مغزى تعليمي، وهذا الانحياز طبعا هناك كلام عن أن القارئ وأن المتلقي سوف كيف سيتلقاه، لكن هذا القارئ وهذا المتلقي المثالي من منظور دكتور إبراهيم السعافين هو انعكاس لهذه الانحيازات الجمالية. هو لا يتحدث عن القراء الفعليين ولا يتحدث عن كل القراء المحتملين، لكن يتحدث عن القارئ المثالي من وجهة نظره، وهو قارئ مشدود إلى الطابع الدرامي التقليدي للكتابة المسرحية، رغم أنه يحتفي بالتجريب طيلة الوقت، لكنه طيلة الوقت أيضا يؤكد فكرة أنه هذا نص وضع لكي يكون ممتعا، وضع لكي ينسجم معه القارئ ويستمتع به استمتاعا جماليا، ولا يجب أن تكون التدخلات الفكرية معيقة لهذه العملية. نقطة مهمة أراها من منظور يعني الوضع الكتاب في سياقه التاريخي، هي أنه تاريخ الكتابة، تاريخ النشر للطبعة الأولى 1987 والطبعة الثانية المزيدة في 2008 كانت أعطت لدي انطباع في البداية أنني سأشعر بنفس مختلف بين هذه الفصول وتلك، لكن لم أشعر بهذا في حقيقة الأمر. يعني شعرت أنه قلم واحد يكتب، في كأن الفصول جميعا كتبت في زمن واحد، ولولا إشاراته في المقدمة إلى الفصول الجديدة لما استنتجت أن أزمنة الكتابة مختلفة. ونقطة أخرى مهمة هي يبدو أن ما يمكن تسميته يعني بالانفجار النظري البنيوي والسيميائي قد مر أمام ناظر دكتور إبراهيم السعافين منور الكرام. هذه ليست يعني على سبيل يعني ليست ملاحظة على سبيل الإجابة أو السلب، هي فقط ملاحظة. يعني المياه الكثيرة التي جرت في نهر النقد المسرحي تحديدا على مستوى البنيوية والأسلوبية والسيميائية في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، آسف في القرن، نعم ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الجديدة لم يلتفت إليها دكتور إبراهيم السعافين. أنا لا طبعا أنا أجزم أنه يعرفها جيدا، لكن هي ليس لا تمثل أيضا انحيازه النظري النقدي. وظني وبعض الظن إثم وبعضه من حسن الفطن، يعني إنه النموذج الأساسي الذي في ذهن الدكتور إبراهيم السعافين هو النموذج الجمالي في مدرسة النقد الجديد. وأشار أعتقد دكتور جمال مقابلة إلى إنه ربما تتلمذ على يد رشاد رشدي ومجموعة النقاد في الستينات وفي السبعينات الذين كانوا يدرسون في قسم اللغة الإنجليزية، دكتور ماهر شفيق فريد ودكتور عبد العزيز حمودة، وأفكار كروتشيه حول فكرة إنه الوحدة العضوية والمعادل الموضوعي وأن النص وحدة كلية لابد أن تتسق أجزاؤه، مفاهيم جمالية كلها. فهو انحيازاته في ظني وربما أكون مخطئا لفكرة الأفكار النقد الجديد كما عرضت لها سريعا في مداخلتي هذه. ليس لدي الكثير، يعني انا اكتفي بما قلت، يعني انا اعلم انه يعني ليس مكافئا لما في الكتاب من افكار كثيره عظيمه، لكن هذا يعني ما جادت به القريحه، واشكر لكم جميعا هذه الفرصه، واكرر الترحاب باستاذنا الدكتور ابراهيم السعافين وبكل الزملاء والاساتذه في لجنه الدراسات الادبيه والنقديه وعبر العالم العربي كله. شكرا جزيلا لحضرتك. احنا اللي بنشكرك على هذه القراءة الجادة الجميلة الضافية يا دكتور احمد، حقيقي يعني، وطول الوقت بتفاجئني وبقول لك شاب عجوز، يعني انت شاب العفو دكتور عجوز. محمود، العفو.
لا جميلة الحقيقة، والقراءة أعتقد حتى الدكتور إبراهيم نفسه يعني ستروق له كثيرا لأنها قراءة فاحصة، وهو كده هيطمئن نعم، كتابته، ستجد كل من الشكر. يتواصل معها ويستمر في المستقبل لكي يعني تصل الأفكار إلى مستحقيها. بقي أن نصل الآن إلى ختام المتحدثين الرسميين لكي نفتح الباب لمن يرغب في أن يقول كلمة في الاحتفاء بالأستاذ دكتور إبراهيم السعافين. معنا الآن المسكو دكتور شريف الجيار، الأستاذ الدكتور شريف الجيار، أستاذ الأدب والنقد وعميد كلية الألسن جامعة بني سويف، والصديق العزيز ورفيق الرحلة من منذ أن بدأنا نتعلم على أيدي الأساتذة العظام الكبار، وأتصور أننا كنا آخر جيل يتتلمذ على يد أساتذة كبار من أمثال أستاذنا الدكتور أحمد درويش أطال الله في عمره، والدكتور صلاح فضل الله يرحمه، والدكتور جابر عصفور، وغيرهم كثيرين ممن رحل عنا وأطال الله في أعمار الباقين. فضل دكتور شريف. مساء الخير، شكرا. اخر سلام. حد الصديق فقط الاستاذ الدكتور محمود الضبع، اللي برشاقه كلماته والفاظه ومشاعره اعتقد انه وصلنا كده قبل ان نتحدث عن استاذنا الدكتور ابراهيم السعافين الى وجدانيات السعافين من الداخل وليس من الخارج. فاشكر لك يا دكتور محمود رشاقه الحوار ورشاقه الاستقبال والاستمتاع وأنت تتحدث عن هرم نقدي مهم في تاريخ النقد والإبداع المعاصر. اسمح لي إن أنا أقول لأستاذنا الدكتور أحمد درويش، اللي دايما بنتعلم منه ما يعرف باللقطات المفاجئة، إنه دايما حينما يطرح عليه اسمه المهم في منطقة الشرق الأوسط نجد الدكتور درويش يلتفت باهتمام العالم الكبير ويقول لازم نكرم هذا الرمز أو ذاك. الجميل في ليلة اليوم أن نجد الشخصية المهمة التي تحمل بين جنبات قلبها الدفء والحنان والاسطياط، كما قلت، الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى عبد الله، اللي حينما طرح أستاذ الدكتور إبراهيم السعافين كان يراهن على أن الناقد المصري والمبدع المصري ووزارة الثقافة المصرية لا تتأخر فيمتو ثانية، كما يقول أحمد زويل أو كما قالت أبحاثه، أن إبراهيم السعافين مع حفظ الألقاب ينبغي أن يكرم من المؤسسة الثقافية المصرية. إلى صحيح. جانب أستاذ مصطفى عبد الله أكد على أن إبراهيم السعافين هذا الاسم الضخم ينبغي أيضا أن يكرم من الأكاديمية المصرية. وبالتالي نؤكد اليوم من خلال وزارة الثقافة، من خلال المجلس الأعلى للثقافة، من خلال لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، أننا نتكرم ونشرف بوجود أحد أعلام الإبداع والنقد الأدبي، وبين قوسين أحد أعلام السيرة الذاتية العربية. حينما قرأت صاحب المشروع وأفكار صاحب المشروع الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين في مدرسة الأحياء والتراث وفي مناهج تحليل النص الأدبي ومناهج النقد الأدبي الحديث وتطور الرواية العربية الحديثة وتحولات السرد والرواية العربية تبحر من جديد والأقنعة والمرايا، وجدت بعد كل هذه الرحلة دواوين على جانب آخر ومسرح على جانب ثالث وإبداع ونقد، لاحظت أن الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين عبارة عن فسيفساء، كل قطعة تعطي لنا ملمحا بارزا ومتخصصا في تخصص ما. ولكن اسمح لي أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين، بعد أن أقول لصديقي العزيز الدكتور جمال مقابلة، أثرت فينا يا دكتور جمال في كلماتك الوجدانية واخترقت وجداننا حينما تحدثت عن الفلوجة وتحدثت عن القضية الفلسطينية.
سعدت في كلمة دكتور أحمد ويس من البحرين، وصديقنا العزيز الدكتور أحمد بن آداب القاهرة، وكلمة أستاذنا الدكتور أحمد درويش، وصديقي وأخي الحبيب الأستاذ مصطفى عبد الله. أنا بشكر الأستاذ مصطفى عبد الله لأنه أهداني السيرة الذاتية لأستاذنا إبراهيم السعافين، ونقف عند هذا الكتاب الذي أعتقد ولا أظن أنه أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين لم يقصد فقط كتابة الأوتوبايوغرافي المعتادة أو السيرة الذاتية المعتادة كما يكتبها الكثيرون، ولكن وجهة نظري المتواضعة جدا، أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين كتب تاريخ وطن على صعيد الذات، الأنا الفلسطينية في جانب، واسمح الله لي يا دكتور إبراهيم أنك كتبت أيضا أجمل لحظات التاريخ الإبداعي المصري في فترة الخمسينيات وفترة الستينيات، الله حين الله الثقافي في الشارع المصري، حينما كانت الأكاديمية المصرية مشتعلة ومتوهجة وتتضافر مع الثقافات العالمية وتنخر في عظم الخطاب النقدي العالمي. وجدنا كتابتك من النوستالجيا من اللحظة الأولى، وحضرتك بتقول كده في المقدمة: ساعة على الاختيار، لأنني لا أستطيع أن أسجل كل تاريخي أو كل النقاط داخل هذه السيرة الذاتية بشكل أو بآخر تحت في النهاية إبراهيم السعافين. ننتقل لهذه السيرة سلالة السنديان. اسمح لي يا دكتور إبراهيم أقول لحضرتك إن هذه السيرة الذاتية التي اعتمدت فيها في كل مرة تذكر كلمة وأتذكر وأذكر، وكأنه يعطي فرصة للمتلقي أن يتذكر معه من الفالوجة ثم فكرة 48 وفكرة التهجير ثم وصولا إلى الأردن الشقيقة العزيزة الجميلة ثم المحطة التي تمثل مركزا ومحورا وأساسا في هذا الكتاب وهذه السيرة: القاهرة الداعمة له نفسيا وإبداعيا وأكاديميا. الجميل في الجزء الأول من السيرة معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين الذي نتعلم من حضرتك كثيرا من فترات طويلة جدا وحتى هذه اللحظة، حضرتك وطننا من اللحظة الأولى مع طفولة، هذه الطفولة نراها لا أقول في فلسطين فقط بهذه الحياة، ولكن نجدها في لبنان ونجدها في اليمن ونجدها في العراق ونجدها في معظم دولنا العربية الآن، خاصة القضية الفلسطينية التي نجاهد جميعا في الحفاظ عليها وحماية شعبها. أنا أعتقد أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين في الجزء الأول أرخى للقضية الفلسطينية، نحن نقول إن كل فلسطيني يذهب ومعه مفتاح الدار. إبراهيم السعافين مع حفظ الألقاب تحرق من الفالوجة ومن نكب 48 واللجوء وانتقل إلى الأردن وهو يحمل مفتاح الذاكرة ويحمل مفتاح الثقافة ويحمل مفتاح المعرفة، اللي الدكتور محمود الضبع بذكائه الخارق قال كلمة شكرا عليها يا دكتور محمود: إن الأدب الفلسطيني، النقد الفلسطيني، الإبداع الفلسطيني هو شكل من أشكال النضال العربي بشكل أو بآخر. لذا أرى من وجهة نظر المتواضعة الجزء الأول في هذه السيرة يا دكتور إبراهيم السعافين أنت تعطي مش على النضال والاستمرار والبقاء والحياة والجسارة والقوة والصلادة والصبر للأجيال التي سوف تأتي بعد حضرتك، وربنا يديك العمر. الشباب لما يقرأ الجزء الأول من هذه السيرة يشعر معنى الأسرة الفلسطينية، معنى الطفولة، معنى الأب، معنى الأم، وفكرة ترك الوطن بالغصب بالضرورة، فكرة الفقد. أنا أعتقد الجزء الأول مؤثر لأنه جعلني أشعر إذا تعرضت لهذه الظروف ماذا أفعل؟ هل سأفعل مثلما فعل أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين أم سيكون لي طريق آخر؟ الجزء الآخر اللي أكد عليه أستاذي وأخي وحبيبي الدكتور الأستاذ مصطفى عبد الله الكاتب الكبير، أنا بشكر حضرتك قد إيه مدى حبك للوطن المصري العربي.
لأنه ألحظ إن مصر بأكاديميتها وبأساتذتها وبثقافتها وبالغناء المصري وبالشعر المصري، وجدت إن حضرتك منذ أن انتقلت في مرحلة الثانوية العامة للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية ثم الانتقال إلى قسم اللغة العربية، حضرتك وضعت تاريخ آداب القاهرة خاصة مع الجيل اللي فيه سهير القلماوي، هذا الجيل اللي بيمثل امتدادا لفكر طه حسين. وكأن أستاذنا الدكتور السعافين بيقول بوضوح في هذه السيرة الذاتية: أنا امتداد لهؤلاء، أنا امتداد لهذا التنوير المصري، وأنا امتداد لكل الجيل العظيم اللي في الخمسينيات وفي الستينيات كان يهيمن بفكره المفتوح والنوافذ المفتوحة مع الثقافات العالمية. أنا إبراهيم السعافين يمثل الجسر والامتداد لهذا الجيل الرائد في الأكاديمية المصرية. الجزء الثاني إن الدكتور إبراهيم السعافين أكد على مسألة في غاية الخطورة يا دكتور محمود اللي احنا بننادي به حتى جيلنا: ينبغي أن نتخلص من سور الجامعة، السور المعنوي. الدكتور إبراهيم السعافين انتقل بينا من كلية الآداب من الداخل بهذا العبق، ثم انتقل إلى الخارج وذهب مع أمل دنقل في اتجاه، وذهب مع القصيدة الشعرية في الشارع المصري ولا أقول لدى الشعراء فقط، وأخذنا من مدرسة جامعة القاهرة وانتقل بينا إلى جامعة عين شمس، خاصة أستاذنا الدكتور عبد القادر القط اللي استوعب حضرته واستوعب أستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين خاصة في بعض القصائد له. أنا بقول لحضرتك يا دكتور إبراهيم السعافين، هذه السيرة الذاتية من وجهة نظر هي مشروع متكامل لمجهود بدأ مبكرا في فلسطين العزيزة وانتقل إلى الأردن الشقيقة العزيزة أيضا، واستقر لفترة ليست بالقليلة في مصر التي استمرت في وجدان حضرتك حتى هذه اللحظة وحتى لحظة الكتابة. في البداية وفي النهاية أنا بشكر حضرتك لإهداء المكتبة العربية هذه السيرة الذاتية التي تمثل من وجهة نظر القارئ المتخصص أنها محطات إنسانية لتاريخ معاصر يشمل المنطقة العربية. خالص تحياتي لحضرتك وخالص تحياتي لأستاذنا الدكتور درويش وصديقي العزيز الأستاذ مصطفى عبد الله والمايسترو اليوم وهو الأستاذ الدكتور محمود الضبع على هذه الإدارة الشائقة. خالص محبتي وتقديري. رائع شكرا يا دكتور شكرا شريف، رائع. يا دكتور شريف فعلا، وشكرا على هذه القراءة يعني الجميلة التي جمعت بين العلمية وبين المشاعر الإنسانية، وهو أمر في غاية الإبداع نحتاج إليه الآن. ونشكر كل المشاركين في قراءاتهم، ولم يتبقى معنا سوى القليل، فاسمحوا لنا الآن أن نفتح الباب لمن يرغب في تسجيل كلمة قصيرة في هذا الاحتفاء والاحتفال. اسمحوا لي أن أحاول مرة أخرى مع الدكتور عبد الحميد مدكور. دكتور مدكور، حضرتك حاضر؟ لو حاضر افتح المايك. لو حاضر افتح الصوت يا دكتور عبد الحميد. برضو يبدو أن الدكتور عبد الحميد مش سامعنا. طيب هنشوف المشاركين ممن لم يقدموا قراءات، هل هناك من يرغب في أن يتحدث؟ اللي عاوز يتكلم في حاجة تحت كده اسمها رياكشنز، يعمل لنا بس علامة كده ونفتح عليه الصوت ويتفضل مشكورا. أيوة الدكتور سيد ضيف، تفضل يا دكتور سيد. مساء الخير على حضراتكم جميعا. مساء النور دكتور سيد. البداية يعني أود أن أعبر عن سعادتي بهذا اللقاء لأكثر من سبب. أبدأ بشكر دكتور أحمد درويش على تحمسه لفكرة الأستاذ مصطفى عبد الله، التي كانت هذه الفكرة كانت تقف وراءها كان يقف وراءها وعي ثاقب بأهمية أن نقف على سيرة الدكتور إبراهيم سعافين إنسانيا ونقديا في معنى مهم جدا في هذا التوقيت. والحقيقة أهمية هذه الوقفة من بالنسبة لي أن إبراهيم سعافين ليس مجرد ناقد فلسطيني،
أو ناقد أردني، بل ليس مجرد ناقد عربي. بمعنى أن ما يمثله إبراهيم سعافين في هذه الليلة لو تأملناه هو امتداد لجيل من النقاد تتلمذ على أيديهم، فبالتالي الصلة كانت بينه وبينهم هي صلة الرحم الأساسية. هو بحديثه عن تلمذته لعبد المحسن طه بدر، ثم بأستاذيته لجمال مقابلة مع حفظ الألقاب، أعاد نعم إنتاج شكري عياد مرة أخرى. فهي نعم حلقة تبدأ من نقطة ثم تدور لتعيد إنتاج معرفة. السمة الأساسية لهذه المعرفة هي المقاومة. فالنقد الأدبي لا جنسية له إلا إذا كان نقدا فلسطينيا، هو النقد الوحيد الذي يجوز أن يكون له جنسية. بمعنى أن النقد العربي أيضا لا جنسية له إلا إذا كان نقدا فلسطينيا، وأعني أن يكون نقد مقاومة، نقد لما بعد الاستعمار. السمة الأساسية لهذا النقد لكي ينتقل من دائرة التبعية هي أن يكون نقد مقاومة. وما يمثله إبراهيم سعافين باسمه وبإنتاجه من نظرية الأدب إلى عمل في المسرح، إلى عمل في الشعر الحديث، إلى عمل في المقامات، كل هذا التنوع إلى العصر العباسي، إلى العصر الحديث، هو امتداد لجيل موسوعي غير مقتصر على منطقة محددة محدودة. وبالتالي هو عمل، هو شكل من أشكال المقاومة. وبذلك أعتقد أن النقد الذي يكون له جنسية يجب أن تكون جنسيته فلسطينيا، وبالتالي أن يكون نقد له جوهره المقاومة. وتحية خالصة للدكتور إبراهيم السعفي. شكرا 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 يا دكتور سيد ضيف. و هناك دكتور عبد الحكيم الزبيدي يطلب الكلمة، تفضل يا دكتور عبد الحكيم، تفضل معليك، افتح الصوت حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عبد الحكيم الزبيدي من الإمارات. أهلا أهلا وسهلا. وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا، الله وأشكركم يسلمك. على هذه الاحتفالية الرائعة بأستاذنا الدكتور إبراهيم السعافين، الذي أسعدني الحظ بالتتلمذ على يديه مرتين، المرة الأولى في مرحلة البكالوريوس في جامعة الإمارات، والمرة الثانية في مرحلة الماجستير في جامعة الشارقة. وقد نهلت من علمه وأدبه وأخلاقه الكثير الكثير، فأحببت فقط أن أسجل تحية وسلام له، وأسأل الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية وطول العمر وأن يحفظه. وشكرا لكم جزيلا على هذه الاحتفالية الرائعة. شكرا شكرا يا دكتور عبد الحكيم، ويعني مرحبا بك، ويسعدنا ويشرفنا دائما وجودك معنا. دكتور الحوراني، دكتور محمد الحوراني يطلب كلمة، لكن أنا اسمح لي سأستغل فرصة ظهور هذا الوجه الجميل المضيء الدكتور عبد الحميد مدكور لكي نأخذ منه كلمة سريعا قبل أن يختفي مرة أخرى. لا بأس نلحق في دكتور ذلك، عبد لا الحميد بأس. مدكور، افتح الصوت يا دكتور عبد الحميد. الصورة معنا دلوقتي. ما هو الصورة معانا، افتح بس الصوت يا دكتور عبد الحميد. هيفتح وهو هو بس يعني ايه، آخر زرار على الشمال، مش كده؟ آخر زرار أحمر كده على الشمال يا دكتور، زرار الصوت. هو عارف، هو يعني شارك معانا كثيرا. تفضل يا دكتور عبد الحميد، افتح لنا الصوت. براحتك. بص بص هقول لك يا دكتور، آخر حاجة على الشمال تحت في الموبايل في كلمة مكتوب عليها ميوت، مش عارف طيب وانت حاول لازم يدوس هروح على الشاشة ترجع لي. الأول يا دكتور محمود، اضغط على يدوس على الشاشة الشاشة عشان تظهر له. لا ده هو بيختفي منه الحاجات ويوسفين خلاص. المار طيب يعني يوسف، احنا هنروح للدكتور انت محمد بتعمل ايه الحوراني، عندك؟ هنروح دكتور بتعمل سيد. ايه يا حبيبي؟ سيد دكتور سيد، اقفل الصوت، كيف؟ اقفل الصوت. شريف، دكتور شريف، دكتور شريف.
انا اعمل له ميوت. ايوه ايوه الصوت يا دكتور محمود، ايوه ايوه الصوت. هدوءا هدوءا بس خلاص. دكتور شريف الجارق في الصوت من عندك، يا ادمن رجع لي تاني الادمن عشان اعرف اتحكم من عندي. اتفضل دكتور محمد الحوراني، اتفضل دكتور الحوراني، افتح الصوت بعد اذنك. شكرا شكرا دكتور، مساء الخير لكم جميعا، بدءا تحية ومحبة لأستاذنا الدكتور إسعافين ولهذا الجمع الطيب من الأساتذة الكبار في هذا الاحتفاء الطيب أيضا الذي أثلج صدورنا. عندما نتحدث عن الدكتور إسعافين نحن نتحدث عن عالم تتجلى فيه سمات الإنسان القدوة، و يعني هو من الذين أسهموا في تشكيل شخصيات علمية وازنة أضاءوا مسيرة حياة تمتد بنا إلى نحو 40 عاما. يعني ما زلت أذكر اللقاء الأول به منذ ما يقرب 40 عاما، وربما الدكتور أيضا جمال يذكر ذلك، فكان له أثر بالغ في تشكيل حياتنا بصورة عامة وفي تشكيل شخصياتنا الثقافية، وحتى ما زلنا نستحضر وجوده عندما نقف بين أيدي طلبتنا حتى هذه اللحظة. هو أكاديمي ناجح، ناقد ذو أثر، شاعر كبير، روائي ذو بصيرة، وهو من قبل ومن بعد، وهذه نقطة مهمة جدا لأي عالم يجب أن يتحلى بها، هو من قبل ومن بعد إنسان نبيل، يشهد له بذلك كل من عرف، وما زلنا يعني مع الزملاء نتسامر ونتذاكر في كثير من المواقف التي شهدناها معه طيلة هذه السنوات الطويلة. شكرا لهذا اللقاء الطيب، شكرا لكم على هذه البادرة الطيبة، وأنا سعيد جدا 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 بأن نقف الآن بين أيدي دكتورنا وأستاذنا وشيخنا وصديقنا وأخينا الدكتور السعافين. شكرا لكم جميعا، بوركتم. شكرا دكتور محمد الحوراني، ونعود إلى الدكتور إبراهيم السعافين في كلمة ختامية يوجهها إلى هؤلاء المحتفين، وكنا نود ونتمنى لهذه الليلة ألا تنتهي، لكنه الوقت سيفه على رقابنا أجمعين. تفضل دكتور إبراهيم، افتح الصوت يا دكتور، افتح الصوت بس، افتح الصوت. ايوه تمام. فتح الصوت، فتح، اتفضل. تمام. طيب يا سيدي، يعني والله لا أجد الكلمات، يعني أشعر بأني عاجز فعلا عن شكركم جميعا، يعني في المشاعر، يعني أشعر بأنها جياشة الآن ويصعب علي أن أتقدم بما يليق بكم من الشكر الجزيل. أشكر لجنة الدراسات اللغوية الأدبية والنقدية واللغوية على هذه البادرة العظيمة التي يعني خصصت لشخص ضعيف. أشكر مرة أخرى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور أحمد درويش والصديق العزيز الأستاذ مصطفى عبد الله، وأشكرك بطبيعة الحال، وأشكر جميع من تفضلوا بالحديث واحدا واحدا، ويعني أقول إن هذه البادرة لها طعم خاص بطبيعة الحال، تجيء من مصر التي يعني أعتدها، هي بلدي، و يعني هي بلد العرب جميعا. الشكر الجزيل لكم. الحقيقة يعني
ما أضفيتم علي من كلام جميل ربما لا أستحق كثيرا منه، يعني هو بمثابة تشريف لي وكرم منكم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وقد تحقق النصر المبين لأمتنا، وأن يعني يمن الله على أهل غزة بالفرج القريب، فهم يعني يعانون معاناة رهيبة. يعني أنا حين أنظر على سبيل المثال إلى طفل يأكل عشب أشعر بأننا في مأزق. على أي حال لا أريد أن أسترسل في مثل هذا المعنى، ولكن أنا حقيقة سعيد بما تحقق الآن بمشاعركم الكريمة وبما أضفيتم علي من فضل. الشكر لكم وشكر لمصر العزيزة، وأتمنى دائما أن نلتقي وأمتنا في أحسن حال. شكرا يا دكتور محمود، وشكرا للإخوة الأعزاء الذين تفضلوا بالحديث، ويعني أقول لكم نلتقي في مناسبات أخرى إن شاء الله، وأنتم في صحة وسعادة وعافية. شكرا معالي الدكتور ابراهيم، واسمحوا لي اعود الى استاذنا الدكتور احمد درويش. افتح صوت الدكتور احمد بعد اذن حضرتك لتختتم هذا اللقاء، وشكرا لكم جميعا على تشريفكم لنا وعلى احتفائكم بهذا العلم الذي يستحق اكثر من ذلك بكثير. تفضل استاذنا الدكتور احمد درويش، تفضل حضرتك. افتح الصوت بس. هاي دكتور عبد الحميد يبدو فتح يا دكتور سعيد. فتح يا سيدي، فتح أخيرا، فتح. اسمح لنا فتح الله دكتور درويش، عليكم. دكتور عبد الحميد بس يقول كلمة وبعدين نرجع لك بعد إذن ماشي، معالي. السلام تفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام يا دكتور. تحية كبيرة عميقة صادقة تخرج من قلب محب للأستاذ الدكتور إبراهيم، الذي كان لي شرف اللقاء به أول مرة في الشارقة عندما ذهبنا لكي نحتفل بإصدار 67 مجلدا من المعجم التاريخي للغة العربية. لقد التقينا به مكرما معززا هنالك، يحيط به من حوله كل الذين يعرفونه ويقدرونه تقديرا عاليا ينم عن تقدير لمكانته العلمية والأدبية والثقافية والنقدية، ويعني يعلم الذي يلتقي به في بساطته وهدوء نفسه وانخفاض صوته وقلة كلامه، لكنه كان إذا تكلم يسمعنا الحكمة ويعرفنا الخبرة العميقة التي يعني يستشعرها كل من يجلس إليه ويتحدث معه. وقد كانت أياما بهيجة سعيدة، ولذلك سعدت تمام السعادة عندما اقترح أخونا الكريم الأستاذ الجميل مصطفى عبد الله. أيوة نعم، مصطفى عبد الله، مصطفى عندما عبد الله. طبعا طبعا اعذروني والله، أنا لأني مضطرب من هذا الجهاز اللعين الذي استاذنا يعني ربنا يسعدك، احنا في قلبك يا أذاقني، استاذنا وانت في قلبنا. لكنني استمعت إلى الكلام كله، استمعت طبعا من أول الكلام. أقول في كلمات بسيطة، يعني إن الأستاذ الدكتور إبراهيم قامة خلقية ومنجم من الإبداع، يتجلى في هذه الروح التي يعني تكاد تحيط بالمنجز العربي في جوانبه المختلفة، رواية ومسرحية وشعرا ونقدا وأدبا وبلاغة، فيها تلك النبرة التي تشعرك بالألفة من جانب، وتشعرك بالتقدير
الهم الثقيل الذي يملأ قلب هذا الرجل المشغول بقضايا أمته، ويعني يحمل هذا الهم ويبحث عن مفهوم الأصالة الذاتية، ويفهم عن مفهوم القيمة التاريخية، ويفهم عن استقلالية فلسطين وحرية العرب وشموخ الهوية العربية والخروج من نفق التبعية وأشواكها وهيمنتها، ويسعى إلى الحرية في مضامينها كلها إبداعا وأصالة وتراثا وتاريخا. وطبعا أنا يعني أفدت كثيرا من كلمات كل الإخوة الذين تحدثوا في رشاقة وأناقة وعمق، ويعني توجه جليل لهذه الشخصية المقدرة المحبوبة. وهنالك أمر آخر أفصحت له عنه عندما التقينا هنالك في الشارقة، قلت له عندما ألقاك يا دكتور إبراهيم فأنا أتذكر أخا حبيبا هو يعرفه ويعني يقدره أيضا، هو الدكتور عودة أبو عود. قلت له هذا الكلام ونحن يعني معا هنالك في الشارقة، وكنا نلتقي يعني أوقاتا متعددة في كل يوم. فيعني أنا طبعا كلامي لا يرقى إلى مقامه العالي في إبداعه وفي جماله وفي كماله، ولا يرقى إلى تلك الكلمات النابضة بالحب والعلم فيما استمعت إليه من كلمات الأساتذة الأجلاء صغارا وكبارا، صغارا في السن وإن كانوا كبارا فيما قدموه من هذه الإضاءات على تلك القيمة العليا، خلقا وعلما وأدبا ونقدا وفنا وذوقا وجمالا. هكذا يعني أعبر بهذه الكلمات العاجزة عن أن تصل إلى مقامه الشريف وإلى تلك اللجنة الموقرة التي أمتعتنا بهذه الليلة السعيدة التي يعني لن تنسى أبدا، وستظل يعني محفورة في أعماق قلوبنا، ونحن يعني نرى هذه الشخصية التي تجسدت فيها كل تلك القيم العالية الرفيعة القدر. تحية لك يا دكتور إبراهيم، تحية للدكتور أحمد درويش، وتحية للأستاذ مصطفى عبد الله، الله يحفظك. وتحية لكل من تحدثوا، وهم كلهم محبون وقدموا علما جميلا يعني يقدم هذه اللوحات المضيئة من سيرة هذا الرجل الكبير. وتحياتنا جميعا لك أستاذنا الفاضل الغالي على قلوبنا جميعا. واسمحوا لنا أن نعود إلى أستاذنا الدكتور أحمد درويش لكلمة ختام، لأن هو اللي ولع النور في الأول فهو اللي يطفيه في الآخر. اتفضل يا أستاذ. هو إن شاء الله لن ينطفئ، يعني إن لا شاء الله. أريد أن طبعا أطفئ النور أبدا، فالنور طبعا مستمر دائما إن شاء الله. إن وهذه شاء الله. الأمسية تثبت أننا أمة واحدة حقيقة لا مجازا، صحيح. وأن الذي ولد في الفالوجة وتربت مشاعره في بين السرايات، السلام. شرب من ماء القاهرة وناقش أدباء الخليج وسكان العراق والشام جمال وحمل العبء والأحزان، وعاد بعد كل هذا ليجد الذين يتحدثون حوله عن أن كل نقطة قالها تضيء جزءا من حياتهم، وكل صح. كلمة قالوها تلقي ضوءا على حياته. لا الله نعرف يكرم. في هذا الموج المتصل من يصب ومن يتلقى، فكلنا دائرة واحدة، كلامنا يعبر عن مشاعر هذه الأمة التي ولدت لكي تكون أمة واحدة حقيقية. ولو أنها تمسكت بهذا المبدأ العظيم وعرفته حق قدره لكان لها وسيكون لها إن شاء الله شأن آخر بهذا القدر من المشاعر والتجاوب الذي نملكه كل واحد منا تجاه الآخر بمحبة وأخذ وعطاء وخير دائم مصبا ومنبعا. لك التحية دكتور إبراهيم السعافين على عطائك الجيد الذي فجرت به الحديث في أنفسنا جميعا، وزادك الله تألقا وسعادة، وأخرج هذه الكلمات
الطيبة في أشكال عظيمة كما صنعتها دائما إلى تلاميذك ومريديك ومناقشيك وإخوانك في الأمة العربية كلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، شكرا يا دكتور. تسلم يا سيدي. شاكرين لكم جميعا، ونلتقي دائما مع تكريم رموز الأعلام في المتحدثين باللغة العربية والذين خدموا الدرس الأدبي والنقدي. شكرا لكم، واللغوي بالطبع. شكرا لكم ونلتقي على خير. شكرا لك دكتور محمود. شكرا. إلى اللقاء.